السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. مادتي هي مادة تقنية الكهرباء المرحلة الثانية. مادة تقنية الكهرباء راح ندرس فيها المعدات الكهربائية التي تعمل بالتيار المتناوب في المواقع النفطية. طبعا المعدات الكهربائية اللي راح ناخذها في مادة التقنية هي المحولات، وناخذ محركات الاي سي حثية او تزامنية، ناخذ مولدات الديزل، السويتش جير وملحقاته، زين، اضافه الى انظمه التاريخ. زين، اول فصل راح ناخذه هو المحولات الكهربائيه. المحولات الكهربائيه هي معده من المعدات الاساسيه في الكهرباء وفي المواقع النفطيه، مهمه جدا. زين، لكن المحولات الكهربائيه متنوعه، اكو محولات تستخدم للاتصالات، اكو محولات تستخدم كبورد سبلايت يعني مجهزات القدره، اكو محولات تستخدم في منظومات او شبكات نقل الطاقه الكهربائيه الى اخره. اكو بعض المحولات خاصه بالترددات العاليه، محولات خاصه بالترددات المتوسطه او القليله او المنخفضه الى اخره. احنا بالنسبه لنا، وان كان هنا كله يعني شابهن في مبدا العمل في الكيفيه، زين، لكن احنا المحولات اللي راح ناخذها هي المحولات التي تستخدم في شبكات نقل الطاقه الكهربائيه، يعني من التوليد الى حد التوزيع او الكاستمر المستهلك. زين، وراح نشوف شنو السبب من استخدام هذه المحولات. بالاساس استخدام هذه المحولات لتقليل الخسائر في نقل الطاقه الكهربائيه، لسبيل تقليل الخسائر في نقل الطاقه الكهربائيه. ليش؟ يعني في تقليل الطاقه او الخسائر في نقل الطاقه الكهربائيه. عادة انا بننقل الباور مالتي، انقلها بشكلين، فولتيه وتيار. الباور هي حاصل ضرب فولتيه في تيار، فمن ننقلها بتيارات عاليه، لانه عاده المستخدم يستخدم فولتيات قليله منخفضه 220 فولت 400 فولت، لكن راح تكون تيارات جدا عاليه، يعني من تنتقله من المصادر مالتها من التوليد الى المستخدم راح تكون كميه التيارات جدا عاليه. هنا شنو راح يصير عندي مشكله؟ المشكله راح يصير عندي خسائر في نقل الطاقه الكهربائيه. بشيل الحراره وين؟ بالاسلاك. يعني تصور من انقل اسلاك او اسلاك نقل الطاقه الكهربائيه توصل الى مئات الكيلومترات او 1000 كيلومتر او 500 كيلومتر. تصور ايش قد راح يصير عندك هبوط جهد، راح تضيع الطاقه مالتك كلها بالطريق، وهاي خسائر. بعد مو بس ضيع الطاقه، اذا استخدمت اسلاك اكثر لتقليل المقاومه مالت النقل حتى اقلل هبوط الجهد، اقلل الخسائر اللي ضايعه عندي، راح يصير عندي مشكله ثانيه. شنو هي؟ اللي هي كلفه اقتصاديه، راد قابلوات اكثر، ابراج نقل بالطاقه اكثر الى اخره. فخلوا حل اخر انه يضبطون هيك نقل الطاقه بشكل فولتيه عالي وتيار منخفض في سبيل يقللون هبوط الجهد او الطاقه الضائعه في النقل. على مود هبوط الجهد عندي يصير عندي جدا قليل. خلينا نجي نوضح الصوره شويه، صوره ابسط. قلنا احنا اذا انقلها بشكل تيار عالي راح يصير عندي هبوط جهد او خسائر بشكل حراره بالاسلاك اللي ناقل بها. يعني هذا المصدر سورس مالتي او جنريتر او باور ستيشن، هذا عندي الحمل، هذا الدور، هذا اسلاك النقل. فعندي كم سلك؟ ابسط شيء عندي سلكين بالدائره، واحد ذهاب والثاني اياب، واحد ذهاب التيار والثاني رجوع التيار. معناته انا جاي اخسر طاقه بهذه الاسلاك وبهذه الاسلاك بالراجع. فانا ايش راح يصير عندي؟ خسائر عاليه، خاصه اذا تيارات عاليه. فافضل شيء اسوي استخدم اكثر من سلك او اكثر من كور، اكثر من كابل، اكثر من كابل كهربائي استخدم حتى اقلل هاي الخسائر. زين، وممكن ما يخدمني، ممكن يزيد بعد عدد الدوائر الكهربائيه الناقله. زين، وهذا بالمقابل ايش راح يصير؟ زياده بالكلفه، كوست مالتي. فهالشكل شاور شنو؟ غير مجديه. قالوا هاي الطاقه نفسها هي شنو؟ فولتيه في تيار. انا مشكلتي شنو؟ بالتيار. يكون تيار عالي ناقلها سبب خسائر. اذا نفس المقدار بس قللت التيار وصعدت بالجهد، نفس الباور، الباور تساوي في تي اي، هاي قدر ضاري مالتي،
فاذا قللت التيار ساعات بالجلد اقدر انقلها زين باسلاك اقل سايز واقل كلفه. معناته هنا انا حافظ على الباور مالتي اوصلها بنفس الطاقه، يعني صار عندي خساره بس اقل، يعني وانا اخسر مثلا 90% من الطاقه مالتي وانا اخسر 1 او 2% فرق هواي. زين، فهي هاي الفكره مالت المحولات. قال شو اسوي؟ شو نحط هنا محولات رافعه الجهد خافضه للتيار، يسمونها ستيب اب. ستيب اب رافع للجهد خافضه للتيار. لا بالعكس، يمكن المستخدم يمكن اللود او الكستمر مالتي استخدم شنو؟ محولات ثانيه خافضه. الستيب داون هالشكل في سبيل اخسر او العفو اقلل من الخسائر الحاصله بالباور ماتش، لان هاي الخسائر هي فلوس اضافه الى كلفه النقل، يعني تحتاج الى شبكات اكثر، الى قابلوات اكثر، تاورات اكثر الى اخره. فالمحولات اختصرت هذه المشكله في سبيل طاقه توصل لمسافات بعيده باقل كلفه باقل خسائر. صح انك تخسر محوله اشتريها، بس هذا راح تشتريها مره واحده، لكن نقل الطاقه مالتي راح تكون مستمر لكذا سنه، يعني سنوات عديده. زين، نجي هنا برودكشن المقدمه مالتي. هنا حاجه مقدمه عن المحولات الكهربائيه. يقول ترانسفورمر از ان الكتريكال ديفايس، يعني المحوله هو جهاز او معده كهربائيه يوزنج تو تشينج ذا فاليو اوف ان الترنيتنج فولتج اند اور كرنت. يقول هي جهاز كهربائي يستخدم المن لتغيير الفولتيه المتناوبه او التيار. هو بالحقيقه راح يغير بين اثنيناتهم، اذا رفع جهد راح يقلل التيار، واذا رفع تيار يقلل الجهد، والعكس بالعكس. زين، فهو يغير الفولتيه والتيار في ان واحد، اذا رفع واحد ينزل الثاني. Transformers are widely used in electrical application، يعني يقول انه هذه المحولات الكهربائيه تستخدم بصوره واسعه في التطبيقات الكهربائيه. زين، بعد يقول استخدام داخل استخداماته، يقول in industrial, commercial and domestic situations. يقول هنا استخداماته ممكن يكون في مكانات صناعيه، ممكن يكون في اماكن تجاريه، ممكن يكون استخدامات منزليه الى اخره. يعني تقول لك المحوله هي واسعه الاستخدام. تجي انت مثلا مكان صناعي، تجي يعني القدره الداخله الى بالبدايه تلقى محولات خافضه. او اذا عندك مواقع تجاريه ايضا تحتاج الى محولات، المواقع التجاريه يصير بها سحب قدره عاليه، تيارات عاليه. فلذلك شو اسوي؟ انا انقل الى جهد عالي تيار قليل، بس من اوصل المكان التجاري، زين، كان يكون مول او اي شيء او اي بنايه تجاريه، اخفض هذه الفولتيه العاليه الى فولتيه اقل بتيار اعلى هالشكل. فاي مكان يسحب باور عاليه، تيارات عاليه، لازم انقل له القدره بشكل جهد عالي وتيار قليل. من اوصل بنفس المكان مال الاستخدام مال الباور، بالعكس انزلها واصعد تيار هالشكل في سبيل اخسر من او اخلص من خسائر نقل الطاقه الكهربائيه بالطريق. هالشكل المساله. وذاك عدد استخدامات تستخدم حتى في المنازل، يعني بالعدد مال الحلاقه او حتى الاستخدامات المنزليه البسيطه لاجل الحمايه، لاجل تقليل القدره الفولتيه. مثلا بالتلفاز كبور سبلاي نوبات تلقى بالتلفزيون، تلقى لك محوله صغيره في سبيل مثلا تحول الفولتيه من 20 الى 12 فولت الى اخره، فاستخداماتها جدا واسعه. هذه الرموز مالتها رموزها بالمخططات، شوفها بشكل شنو؟ كانما حلقات اثنين، يعني دائرتين، هذه دائره بالانبوت ودائره ثانيه بالاوتبوت، او تلقاها رسم مالتها او الشكل مالتها، يعني رمز في رسم الدوائر الكهربائيه. من تجي ترسم دائره كهربائيه معينه، زين، ترسمها بهالشكل محوله او بالمخططات كل هالشكل. فدائما تجي من تجي المخططات تصير بشكل حلقات اثنين، اي دائرتين تو سايكلز او تو سيركلز. هنا الترانسفورمر بيسك كونسنتريشن، هنا شنو يقصد به؟ التركيب الاساسي للمحوله. المحولات عاده متشابه التركيب الاساسي الا ما ندر، يعني بعض الحالات خاصه مثل الاوتو ترانسفورمر شويه فرق. يقول الترانسفورمر المحوله كونسيست اوف تو كويلز، يعني المحوله تتكون من شنو؟ ملفات اثنين. ما
المحاولة تتكون من ملفات اثنين two coils أو two winding. هذا الكويل رقم واحد، هذا الكويل رقم اثنين. هذا الكويل الأول رقم واحد، هذا الكويل رقم اثنين. زين، بعد هذه الكويلات أو الملفات of a group of wires، يعني هذا الملف الواحد، الملف يتكون من مجموعة لفات من سلك، سلك كهرباء موصل كهربائي ملفوف عدة مرات. زين، coil windings يسمونهن الملفات أو اللفات which are wound onto a common iron core. يكون هنا هاي الملفات، هاي اللفات مربوطة سويا شيء فوق شيء هالشكل، شكل دورات يعني لفات. زين، على شنو؟ قلب حديدي مشترك، common iron core، قلب حديدي مشترك. يعني هذا بداخل مالته، هذا بداخل مالته قلب حديدي. قلب حديدي. ليش قلب حديدي؟ لأن الحديد موصل جيد للمغناطيسية، فحتى يكون الملف مالتي ملف قوي بمغناطيسية عالية يعني استفاد منه بسرعة حقيقية. أو بعدين راح نشوف إحنا لأنه أكو ربط كونكشن ميكاني العفو المغناطيسي بين الملفات نياتهم، فأحتاج هذا القلب الحديدي في سبيل أنقل الطاقة مالتي من يعني الكور الأول أو الكويل الأول إلى الكويل الثاني بشكل طاقة مغناطيسية. هسه راح نشوفها بالتفصيل. بس عادة هسه يتكون من ملفات اثنين، كل ملف يتكون من مجموعة ملفات من سلك زين ملفوفة على قلب حديدي مشترك، يعني كل ملف من عدة لفات على نفس الكور. The wire used in the two windings. يقول هاي الواير السلك الموصل قد يكون نحاس أو ألمنيوم، شبيه يقول يستخدم بالملفات نياتي، يعني كل ملف هو مجموعة ملفوفة من الأسلاك نفس الطريقة مثل ما يكون بالابتدائي بالثانوي. يعني هذا الملفات، هذا الملف مجموعة من الأسلاك ملفوفة، هذا الملف الثاني أيضا مجموعة من الأسلاك ملفوفة، عليه من الملفوفات على قلب حديدي مشترك. زين، is coated with an insulating varnish. دائما يقول هذا السلك مالتي، السلك خلينا نقول نحاس، دائما الناس يصورون هذا السلك النحاسي زين ما بي مادة عازلة، وهذا الشيء غلط. يعني تصور سلك تلفه ما بي مادة عازلة، شو يصير؟ يصير شورت، دائما تقصر، يعني كانما قطعة واحدة ما أصبح ملف، ما أصبح ملف كانما قطعة واحدة شورت. زين، بالحقيقة هو عليه مادة هذا البارنيش اللي هو احنا نسميها البارنيش، هذه مادة عازلة وتكون شكل طبقة عالية ولونها تقريبا شبه لون النحاس، لكن شوف كأنه ما انت حسبك هو ما بيعازل، لا بالحقيقة هو بيعازل. زين، في سبيل انه يكون عندي ملف، يعني انا من ملف لفة على لفة ثانية بنات مادة عازلة، واذا ما في مادة عازلة معناتها يصير عندي شورت، فما يصير ملف اللفات مالته ما معزولة واحدة عن الثانية. زين، بس هاي اللفة مالته مادة البارنش او الورنيش في سبيل تعزل لفة عن لفة اخرى. زين، بعد بث كل coils are wound onto but insulated from the iron core. يقول هذه الملفات مئات الملفوفات، لف أسلاك ملفوفة، وقلنا هاي الأسلاك شبيه معزولة عن بعضها هذا البعض مادة هذا الورنيش، وبعد معزولة عن القلب الحديدي، يعني هذا الملف من لفيته ما لف مباشرة على القلب الحديدي، لا أخلف مادة مرة عازلة قد تكون بلاستيك، يعني كانت قطعة من بلاستيك شبه دائرية أو مربعة ويلف عليها شنو؟ المادة العفو السلك الواير مالتي يلف عليه في سبيل عزل علماً عن البدن عن القلب الحديدي الأيرون كور. يعني معناته كم عازل هسه لحد الآن عندي؟ عوازل اثنين، عندي ملفات كهربائية اثنين، واحد برايمر والثاني سكندري. زين، هذا اللي يدخل إلى القدرة والثاني يخرج من عند القدرة. زين، بعد عندي هاي الأسلاك أو هاي الكويلات من اسلاك ملفوفه، اسلاك موصل الكهرباء ملفوفه ومعزوله بماده البارنش او ماده عازله اخرى مثل التيب نبات الافعال، حسب طبعا الجهد اللي راح يمر وين داخل هاي الاسلاك، كل ما يكون الجهد عالي تستخدم عوازل من نوع خاص.
بعد انه هاي الاجزاء مو بس معزوله عن بعض البعض ماده الورنيش، انما معزوله عن البدن الحقيقي او البدن الحديد عفوا، ماده اخرى مثل يكون بلاستيك او خشب او حسب اوراق، في سبيل انه ما يكون تماس بين الملفات وبين وبين البدن. بعد نوبات تلقى حتى على اللفه نفسها من الخارج اللي ما له علاقه بالقلب الحديدي ايضا عليها ماده عازله اخرى زين من الخارج، في سبيل ما يكون اي تماس او انه الاسلاك ممكن تتحرك او ممكن غير مقاراته او ممكن تفلت لاي سبب كان. شورت قاطع سر هنا ملفوفات ومغطيات ماده ورقيه او اي ماده عازله اخرى. المهم اذا عندي انا عوازل بالاسلاك تعزل سلك عن سلك حتى يكون عندي ملف، وعندي عوازل تعزل من الملفات عن القلب الحديدي، وبعد ممكن يكون عندي عوازل داخليه بين الطبقات، يعني انا جاي لف لفه طبقه، اذا عندي جهود عاليه شرح يصير الاسلاك من الف طبقه عن طبقه يصير بيناتهم فرق جهد عالي، فتكون هذه ماده البرنيش او اي عازل جزء مو كافي كلش، فايش اسوي؟ احط طبقات مالت طبقات ورقيه وممكن حتى فواصل على مود الحراره، تبدل الحراره مالتها على مود الجهد والعزل مالته الى اخره، هاي بعدين تفاصيل نشوفها، بس قصدي موجود اكثر من عازل. اذا صار عندي كم كورين اللي هو برايمري والثاني ياو سكندري وملفوفات على قلب حديدي مشترك زين، وهذه الملفات معزوله بيناتهم كاسلاك ومعزولات عن البدن الخارجي. هذه المحاوله. هذا السورس اي سي سورس، هذا الكويل الابتدائي البرايمري ربط المن للسورس للمصدر. طبعا من نقول سورس مصدر مو شرط يكون محطه توليد او مثلا جنريتر، لا ممكن يكون يعني الطاقه الداخله الي من شبكه اخرى، يعني شو بقول من مصدر او نزول الطاقه، يعني مثلا عندي محطه مسبقه نزلت الجهد مالتي من 33 كي في الى 11 كي في، والنمبر ده نزل من 11 الى 400، اللي دخل هنا 11 اللي خرج قد 400، هي جايه تنتقل من محوله ثانيه جهدها اعلى، فذيك المحوله بالبدايه اصبحت مصدر سورس وطبقت القدره، فالقصد مكان دخول القدره للمحوله هو البرايمري، ومكان خروج او ملفات خروج الطاقه ان المحوله اخرى للمستخدم مباشره الى اخره، يعني نقول ملفات اللي تخرج منها الطاقه هي السكندري هالشكل. نيجي هنا ناخذها بشكل مبسط حتى نوضح الفكره بصوره ثانيه. هذا قلب حديدي. هذا الايرون او الايرون كور. في ملفات ابتدائي اللي تدخل هذه القدره في اللف مثلا على هذا الطرف من القلب. ملفات ثانوية في اللف على الطرف الاخر، ممكن واحد فوق الثاني. اللف اثنين في نفس المكان واحد فوق الثاني. هذا اللي تدخل الى الباور والبرايمري. والملف خروج الطاقة هو سكندري. زين اذا صار عندي ملفات اثنين تو كويس، بعد عندي شنو؟ ايرون كور حديد. هذا الاسلاك مالت المعزوله بعض عن بعض ماده البارنش في المحولات الصغار زين، ومعزولات عن الايرون كور ممكن تكون الهن فد يعني شو نقول فد بلاستيك عوازل او خشب تعزل بين من او يعني قالب عازل تلف عليه الاسلاك بحيث يعزل بين الاسلاك وبين القلب الحديدي. هذه المحاوله برايمري سكندري. نا الاوبريشن مالت العمل مالت العمل مالت المحاوله مبدا عمل Operation Principles of Transformers يعني مدى العمل مال المحولات. يقول عندي Mutual Inductance محافة أو الحث المتبادل between two coils بين ملفات اثنين، يعني أنا عندي ملفات اثنين هذه الملفات راح يصير بينات الحث متبادل Mutual اللي هنا يعني two coils يعني الحث المتبادل بين ملفات اثنين،
depends on their flux linkage. عد هذا الملف الأول وهذا الملف الثاني راح يكون بيناتهم mutual induction حث متبادل بين هذا الملف وهذا الملف بين الملفات بيناتهم. هذا الحث المتبادل يعتمد على شنو؟ يعتمد على من؟ their flux linkage يعني شنو؟ المغناطيس أو الوشيجة المغناطيسية بيناتهم أو مالتهم. هسه راح نشوف هاي شلون راح تصير الوشيجة المغناطيسية. يقول maximum coupling occurs when all the lines of flux from the primary coil cut through the secondary coil. يقول أكثر coupling أو ربط بيناتهم يصير بين الملفات الابتدائي والثانوي يمكن لما تكون كل خطوط الفيض المغناطيسي اللي صار من الملف الابتدائي كلها تروح وين؟ تقطع الملف الثانوي. يعني معناته أنا أريد أحول الطاقة مالتي الكهربائية بالابتدائي إلى مغناطيس وين؟ ملف الابتدائي. هالشكل الفكرة. هذا المغناطيس وين راح يروح؟ يروح بالقلب الحديدي إما الملف الثانوي يقطع من يقطع المواصلات مالته ويتعدل أوكي؟ ويرجع هالشكل. فمن يقطع المواصلات مال السكندري ايش راح يصير؟ راح يصير قوة دافعة كهربائية محتفة وراح نشوف شلون أسبابها راح تصير. To maximize the amount of public both coils are open wound on the same iron core. يقول حتى أخلي هذا الكونتاكت أو الكونتاكت أو الكوبلينج بيناتهم يعني ربط المغناطيسي بين ملف الابتداء والثانوي أقصى ما يمكن ايش راح يسوي؟ لازم ألفهم على قلب حديدي مشترك. هذا قلب حديدي هسه هذا الابتدائي جاء تيار فولت بي فيلد الفيلد وين راح يروح؟ بالقلب الحديدي ايرون كور. امر بالثانوي يرجع. انا ليش اختاريت قلب حديدي؟ لا ليش اختاريت؟ لا حتى خلي الوشيجه بيناتهم اكبر ما يمكن لانه هنا ايش راح يصير؟ بالولد قلب مغناطيسي ويجي المسارات مالته شنو مثلا على الجوانب هواء بينما بالمنتصف شنو؟ قلب حديدي. فالمغناطيس وين الافضل له؟ المسار الاسهل قلب حديدي يروح كله داخل القلب. وين يروح؟ من نفس الثانوي ويرجع مره ثانيه. فاذا سر اختيار القلب الحديدي انه اخلي الوشيجه اكبر ما يمكن او اخلي قدر الامكان اكبر عدد ممكن من خطوط القوه المغناطيسيه او الفيض المغناطيسي مال الملف البرايمري يروح كله وين؟ للسكندري في سبيل انه ما يصير عندي خسائر ضائعه لان انا الطاقة مالتي حولت كلها من البرايمري إلى مغناطيس، فأريد الطاقة كلها تروح من السكندري، ما يروح من هالشيء، طبعاً هو مستحيل ما يروح من هذا الشيء، لكن أنا هذا اللي أحاوله في سبيل إنه أزيد من كفاءة المحولة، بدل ما أخليها 50 أخليها 90، بدل ما أخليها 90 أخليها 95، بدل ما أخليها 95 أخليها 99، هالشكل. إذاً إن أنا حتى أخلي الوشيجة أكبر ما يمكن أستخدم شنو؟ قوة الأيرون كور. وتش بروفايد أو provides a good path for the lines of flux. يقول لي لأنه يوفر لي مسار جيد إمن لخطوط الفير أو الفلكس المغناطيسي. Keeping in mind that the wire of coils. يقول خلي بالك إنه الأسلاك ما تل ملفات فيها are insulated from each other. هاي كنا from the iron core. يعني خلي بالك إنه هاي الأسلاك معزولة بعضها عن بعض مادة البارنش. وما سؤال عن القلب الحديدي هاي حكينا. يقول that following decision is applied to transfer with a core made from iron core or iron or steel core. يعني يقول أنا بالنسبة لي هذا المناقشة اللي راح تناقشنا في الأسفل راح يكون باستخدام قلب حديدي أو من مادة الستيل. نجي هنا للفكره مالت حتى نختصرها عليكم ليش صار كثر الكلام. هنا الفكره شنو؟ اجى التيار برايمري اي بي تيار برايمري طبعاً الاسلاك الابتدائي. هذا التيار هو تيار متناوب يعني متغير المقدار والاتجاه تيار ساين ويف. هذا شكل التيار متناوب
ايس الفر نيتن كلب تيار متناوب. ايش راح يصير من يمر بتيار متناوب؟ راح يولد ايضا فيض متناوب متغير المقدار والاتجاه. يعني شوف الفيض مثلا هنا هسه مثلا حاليا مقداره صفر، ورا شويه بدا يرتفع بس والاتجاه باتجاه عقارب الساعه. يوصل للقمه يرجع النوب ينخفض مقداره يصفر، من يصفر يرجع مره ثانيه يزداد، بس يزداد شنو؟ باتجاه المعاكس. زين؟ وايضا يوصل للقمه مالت العكس، فاحنا نقول متغير المقدار والاتجاه، متغير كمقدار ساعه تناسب الاتجاه الموجب مثلا لو فرضنا الموجب باتجاه عقارب الساعه، فالسالب يكون اتجاه بعكس عقارب الساعه. وخلي بالك انه الفيض المغناطيسي شكله يصير شكل التيار، لان الفيض المغناطيسي الموجب مالته الرئيسي هو التيار، فمن يزيد التيار يزيد الفيض، من يزيد التيار يزيد الفيض، من يصفر التيار يصفر الفيض، لذلك الشكل مالته راح يكون ايضا ساين ويف. شكل الفلكس مالتي هذا قلنا الاي بي، هذا الفلكس نفس الحاله. هم الموجب مالته والموجب مال التيار والسالب مالته السالب مالته التيار، هذا الفلكس. زين؟ المهم تولد عندي فيض مغناطيسي متغير المقدار والاتجاه، وين راح يمر الفيض هذا؟ في ملفات الثانوي. احنا قلنا دائما اذا تعرضت ملفات او اسلاكس ثابته الى فيض مغناطيسي متغير، ايش راح يصير؟ تولد بيها قوه دافعه كهربائيه محتثه. بس راح تصير فولتيه اللي هي الاي سكندري، هاي اي برايمري وهذه اي سكندري. هذه قوة دافعة كهربائية محتثة وين؟ في ملفات الثانوي. زين، هذا الاي بي شنو؟ يعني قوة دافعة كهربائية محتثة بس ابتدائي، احنا قلنا الابتدائي اصلا احنا نعطينا فولتية. هاي قوة دافعة كهربائية محتثة. هذا ايضا من يمر تيار بالسلك مال الابتدائي راح يتولد فيض، الفيض قلنا وين يدور؟ بالقلب. فالفيض نفسه اللي ياثر بالسكندري راح يرجع ياثر وين؟ بالابتدائي نفسه حسب قانون لينز. فتتولد قوه دافعه كهربائيه محتثه اللي هي الاي بي تعاكس من؟ تعاكس فولتيه السورس. يعني صار عندي فولتيات اثنين هنا بالبرايمري. فولتيه السورس جايه فولتيه الاي او قوه دافعه كهربائيه محتثه بسبب الفيض المغناطيسي المتغير اللي ولد نفسه الملف الابتدائي. لذلك شوف المحولات بدون حمل التيار اللي مار فيها قليل، هي عندها هاي فولتيه وعندها هاي فولتيه معاكسه تقريبا متقاربات نفس المقدار فالفرق بيناتهم يصير شنو؟ قليل. فيمر تيار على اساس الفرق بيناتهم يكون الممانعه الداخليه. يعني لو فرضنا هاي الشكل بصوره مبسطه، انا ما دخلت بهاي كلها بس التوضيح. يعني تيار لو سمينا تيار اي او يعني بدون حمل مثلا، شو يساوي؟ الفولتيه مالت السورس مال المصدر ناقص الاي بي محتفه عينت على الزد مال الابتدائي. فاحتياجي بالبدايه بدون حمل هذا الفولتيه المحتفه هذا الاي بي والسورس متقاربات، فالفرق بيناتهم قليل، تيار المار بالمحوله بدون حمل قليل. زين، المهم بس بدي بس اوضح لك حتى تعرف الاي بي مو هي نفسها فولتيه السورس، هاي محتثه مثل ما ديش محتثه، هاي ايضا شنو؟ محتثه. اوكي، بس هذا التوضيح. المهم قلنا تيار متناوب ولا فيض متناوب، والفيض متناوب ياثر بالسكندري يولد قوه دافعه كهربائيه محتثه. هنا فرض فرضيه قال بما انه فولتيه الاي بي والفولتيه السورس مقاربات جدا، فرضها نفسها برايمري فولتج والاي يعني نفس الكلمه فولتيه السورس، والاي بي برايمري كرنت، والاي اس سكندري فولتج، الاي اس سكندري فولتج هالشكل باعتبار هم الفرق هذا البسيط. المهم الغرض من عندنا، انا ما بدي ادخلك تفاصيل اكثر لان عندنا هواي حكي هواي شغل، بس بدي اقول لك انه مبدا عملها على اساس الحث المتبادل بين ملف الابتدائي وملف الثانوي. هسه شنو اللي صار؟ الخلاصه اللي صار شنو؟ انه انا الطاقه مالتي طبت الى البرايمري طاقه كهربائيه، تحولت من الى فيض، وين راحت؟ للثانوي. الفيض سوى رجعها مره ثانيه كهرباء بسبب قطعها ملفات السكندر هالشكل. معناته انا هذا الجزء وهذا الجزء ما بيناتهم اي ربط كهربائي. Without any electrical connection ما بيناتهم اي ربط كهربائي. زين؟
ومبدا العمل على اساس الحتم المتبادل بين البرايمري والسكندري، لانه الفير اللي يولد ليها البرايمري فير متغيره متغير مقدار الاتجاه، فيولد قوه دافع كهربائي محتاج ثيفي من الفات الثانوي من يمر بيها هالشكل. وقلنا ليش قلب حديدي؟ حتى اخلي الكوبلنج مالتي بين يعني الوشيجه المغناطيسيه بين الابتدائي والثانوي اقصى ما يمكن. نانا يقول ستيب اب ترانسفورمر، ما راح تبلش بهم، راح تبلش بالمحاولات المثاليه وارجع بعدين الى هذا النوع كامثله. حتى الستيب داون خلينا ناخذ محاول مثالي ونعرف شو المحاول المثالي حتى تكون المساله منطقيه. واحد بوينت فايف، 1.5 اللي هو شنو؟ آريال ترانسفورمر. المحول المثالي من اسمه مثالي يعني مو حقيقي، يعني مو نفس المحول الموجود بالواقع، بينه فرق. ما هو المحول المثالي؟ آريال ترانسفورمر is an imaginary transformer، محول خيالي أو غير واقعي، which doesn't have any loss in it، يقول ما فيها أي خسارة. يعني إحنا عادة المحولات فيها إسلاك، المفروض تكون خسارة بشكل حرارة تاخذ اسلاك من بين تيار، بعد بيها قلب حديدي، اكو مغنطة، اكو حرارة داخلية، حد داخل بالقلب الحديدي، ايضا ما تطرقنا له. فمعناتها المحول المثالي هو المحول الذي لا توجد فيه اي خسارة. زين؟ doesn't have any loss in it، ما بيها اي خسارة داخلية. Which means no core loss، يعني ماكو خسارة بالقلب الحديدي. بعدين شوف شنو الخسارة بالقلب الحديدي، هل لازم نحكيهم؟ وضح بعد شنو كبر لوس، ما بيها خسارة نحاسية حرارة بالأسلاك. عن أي other losses، ماكو أي خسائر أخرى. مثل إيش خسائر أخرى؟ عن الفيض المغناطيسي، الفيض المغناطيسي كنا يتحول من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي، بس إنه ما يتحول، يروح وين؟ بالهواء، يسمونه شنو؟ ليكج متسرب، ليكج فلكس، فيض مغناطيسي متسرب، ما يروح من، يعني مو كل المغناطيسيه راح تروح 100% بسبب القلب الحديدي الى المن الثاني، قسم منها راح يتسرب خارج يسمونه ليكج. زين؟ هذول هاي ما بيها لا خسائر حديديه. هاي الخسائر الحديديه من تجي؟ انه القلب حديدي ومر به فيض مغناطيسي مثلا، شو ولد به؟ قوه دافع كهربائيه محتده، بعد شو تاثر؟ ولد لتيارات دوامه. تدور وين؟ داخل القلب الحديدي. هاي التيارات الدوامه تولد لحراره جدا عاليه تبلش المحول. حرارة بصورة مو طبيعية. لذلك شوف حتى القلب الحديدي شو يسوي؟ يسوونه بشكل صفائح، مو كور سوليد، يعني مو صلب. كور بشكل شنو؟ صفائح. هاي الصفائح محطوطة واحدة فوق الثانية وبينات المادة عازلة، في سبيل ما أخليه صلب حتى تيارات الدوامة تقل. لأنه أنا كل ما يكون يعني المسار مال الفيض المغناطيسي ضيق المساحة، راح تكون المقاومة الكهربائية مالته عالية، فبنيت ولد تيارات دوامة. التيار شو يعتمد على الفولتيه المحتده الداخليه على المقاومه الداخليه، راح تكون المقاومه الداخليه عاليه فيصير التيار المتولد او الايدي كرنت قليل هالشكل. لذلك يقول لك الكور مالت الاي كور يكون بشكل شيتس صفائح او لامينيتد، يعني شكل مصفح. السبب شنو؟ حتى تخلص من التيارات الدوامه مالتي. طبعا مو بس محولات، محولات محركات اي دي سي اي سي دائما تلقى الكور مالت الفيض المغناطيسي بشكل صفائح في سبيل حتى اي حركه نسبيه بين فيض مغناطيسي وشنو؟ وجزء حديد زين او تغير نسبي او مثلا فيض متغير حتى لو كان القلب الحديدي ثابت حتى ما تولد به شنو؟ تيارات داخليه عاليه الايدي كرنت لانه راح يصير مقاومه داخليه عاليه يوصل مغناطيسيه لكن مقاومه الكهرباء عاليه فبتولد به تيارات داخليه تكون قليله ما تولد به حراره عاليه يصير ايضا خسائر، الحراره خسائر هنا يصير خساره قليله، فانا شريط يكون خسارتي بالاسلاك قليله وخسارتي بالكور مالتي قليله وخساره مالتي بسبب الليكج قليله في سبيل يصير كفاءتي اكثر ما يمكن. بالمحاول المثالي هذا الاثنين فرضنا انه موجودات لا ليكج بالفلكس لا شو اسمه ريزيستنس داخليه بالاسلاك مالتي بعد شنو؟ لا وجود للايدي كرنت والهستر المغناطيسيه في القلب الحديدي، لغيت الكل. فصارت كفاءتي شكيت 100%. اوكي؟ هنا
بما انه ما عنده اي خسائر داخليه فمعناته فولتيه السورس في 1 تساوي فولتيه او القوه الدافعه الكهربائيه المحتكه عكسيا وين بالملف مالت الابتدائي. قلنا الاي هي قوه دافعه كهربائيه محتكه هنا نفس الفرق مال الابتدائي راح يولد جهد عكسي على اليمن على المصدر اللي هو الاي 1. هنا ايش بين الاي 1 والبي 1 متساويات ويساوي شنو؟ اي 1 قوه دافعه كهربائيه محتكه تساوي سالب عدد اللفات الان 1 عدد لفات الملف الابتدائي كم لفه 1000 لفه 500 لفه 2000 لفه الى اخره فهو سالب العكسيه ناقص ان 1 عدد لفات الابتدائي في التغير في الفرق دي فاي على دي تي وتساوي بي 1 يعني هاي قوه دافعه كهربائيه محتكه هذا قانونها تساوي بي 1. نفس الشيء شنو؟ بي 2 العفو اي 2 نعم نفس الشيء الاي 2 تساوي بي 2 ليش؟ لاكو نحاس لاكو تسريب بالفير لاكو خسار يعني اي خسار اخرى ما موجوده فالاي 2 والبي 2 مساواه. طبعا الاي 2 هي قوه الدافع الكهربائي المحتكه بسبب تاثير الفير المغناطيسي بينما البي 2 هي الفولتيه على الاطراف فممكن يساوي ممكن لا تكون الاي 2 اكبر من البي 2 اذا كان هبوط جهد داخل عندي بس حاليا ما عندي اي هبوط جهد لان ما عندي اي مقاومه نحاسيه فالاي 2 تساوي بي 2 نفس القانون هذا شو يقول؟ الاي 2 هي قوة دافعة كهربائية محتكة تساوي سالب ان 2 في دفاع البي تي وتساوي بي 2 زين. ناس ايش راح يصير عندي؟ دفاع البي تي مالت هذا وهذا متساويات لان التغير بالفير مال الابتدائي هو نفس التغير بالفير مال الثانوي نفس الفير نفسه هو نفس. فبنحاسب قسمة هذه المعادلة على هذه المعادلة ايش طلعت؟ في 2 على في 1 تساوي ان 2 على ان 1 وتساوي اي او تريدها بالعكس هم ماكو مشكله نقدر نقول في 1 عاده المصادر ياخذونها او احنا هم راح نعتمد هالشكل انه في 1 على في 2 يساوي ان 1 على ان 2 تساوي نسبه التحويل هالشكل. هاي المعادله الاولى كانت شو تساوي؟ في 1 مال الابتدائي اللي كانت اي بي يساوي سالب ان 1 دي فاي على دي تي ويساوي بي 1 مال الابتدائي. الاي 2 قوه الدافع الكهربائي المحتكه في السكندري يساوي سالب ان 2 دي فاي على دي تي يساوي بي 2. انا عندي السالب ويسالب يروح والدي فاي والدي فاي. إذا الـ E1 على الـ E2 تساوي V1 على V2 لأن هذا المساويات فالـ V1 تساوي E1 والـ V2 تساوي E2 وتساوي N1 على N2 وتساوي A اللي هي Transfer Ratio أو Clearance Ratio نسبة تحويل المحول. نسبة التحويل أو نسبة النسبة بين عدد الملفات هذه نسبة التحويل. هذا اليوم محول محول مثالي الأديب ترانسفورمر محول مثالي راح نشوف بالمحاولة حقيقة نفس المسألة لو تختلف زين. أنا هسه كنت عندنا أنا إذا عندي فولتية أو العفو خلينا نتفق بعض الدقائق. إذا هسه من خلال هذه المعادلات عرفنا أنه بالمحور المثالي الفولتيات بين الابتدائي والثانوي تعتمد علينا على عدد دفات الابتدائي والثانوي. فمعناته إذا أجي في 2 شو يساوي؟ في 1 في شنو؟ N2 على N1. هذا شنو يعني القانون؟ هذا القانون يعني انه فولتية السكندري اذا كانت عدد لفاتها عدد لفات السكندري اكبر من البرايمري من عدد لفات البرايمري فمعناته بي سكندري اكبر من بي البرايمري معناته شنو؟ رافعة للجهد ستيب اب رافعة. واذا كانت عدد لفات الثانوي اقل من الابتدائي فراح تكون في 2 اصغر من في 1 بالتالي تكون شنو؟ ستيب داون اللي هي خافضة. وإذا كانت عدد الملفات الابتدائي تساوي عدد الملفات الثانوي بتكون V1 تساوي V2
او في 2 تساوي في 1 معناته شنو؟ محاولة عزل isolation transformer، محاولة عزل لا رافع ولا خفض. اذا انا معناته اذا لقيت فولتيت السكندر اعلى من فولتيت الابتدائي معناته انه عدد لفات السكندري اكثر من عدد لفات الابتدائي، والعكس بالعكس اذا لقيت في سكندري معناته عدد لفات السكندري اقل من عدد لفات الابتدائي، واذا لقيت المساويات فهي معناته شنو؟ مساويات عدد اللفات فهي محاولة عزل لا رافع ولا خفض. او اذا جيت الاي نسبه التحويل تساوي بي 1 على بي 2 معناته الاي اذا اصغر من واحد شو تكون؟ رافع ستيب اب، واذا الاي اكبر من واحد معناته خافضه ستيب داون، واذا الاي تساوي واحد فهي شنو؟ عزل ترانسفورمر، محاولة عزل. اوكي هالشيء هاي اخبار. بعد عندي شيء اسمه قانون حفظ الطاقة. حسب قانون حفظ الطاقة بالمحاولة او بالمحاولة المثالي، المحاولة المثالي بما انه الكفاءة مالته 100% معناته شنو عندي هنا؟ معناته عندي القدرة الداخلة تساوي القدرة الخارجة. البي ان تساوي البي اوت، لان الكفاءة مالتي هي البي اوت على البي ان في 100%. هن المساويات لان هاي مقدارها 100%، معناته بي 1 في اي 1 تساوي بي 2 في الاي 2. هذا قانون حفظ الطاقة، ما عندي خسارة. حول مثالي اذا معناته البي 1 على البي 2 تساوي اي 2 على اي 1 بالعكس، وتساوي نسبة التحويل. يعني نسبة التحويل هي في 1 على في 2 او اي 2 على اي 1، يعني عكسية. هنا هذا قانون يوضح لي انا اذا رفعت جهد قلل التيار حسب قانون حفظ الطاقة، واذا رفعت التيار قلل الجهد. اوكي فاذا كان في 2 اكبر من في 1 معناته الاي 2 شبيه اصغر من الاي 1، بالعكس بالعكس. هذا كل ما عندنا في المحول المثالي. خلينا ناخذ المحول الحقيقي اللي هو ريال ترانسفورمر. هذا المحول دي خسائر حديديه، يعني ايدي كرنت بيها هستر، وقلنا لي ايدي كرنت شو القلب عندها يسوي؟ شكل شيتاف القلب مالته ما يكون صدر. بعد شنو عندي؟ عندي خسائر نحاسيه، لان هذا نحاس مقاوم، هذا مقاوم بالابتدائي مقاوم الثاني حراره. زين بعد شنو عندي؟ تسريب بمن؟ بالفيض المنافسي ليكج فلكس، مو كل الفيض راح لوين؟ للملف التانوي، اكو بي جسم عنده رايح. فداخل هنا ايرون او ايرون لوسز اللي هو سيل ذا ايرون كور از سبجكت تو الترنيت فلكس ذات مينز اني كرنتس اند هيستريس لوسز وول اكتس. يقول هنا بما انه انا عندي قلب حديدي يتحرك اذا فيض مناطس متغير متناوب، فراح يصير عندي شنو؟ ايدي كرنت تيارات دوامه داخليه، وعندي بعد شنو؟ هيستيريس اللي هو الهسترا. زين اللي يصير وين؟ بالقلب الحديدي. بعد وايندنج ريزيستنس مقاومه الملفات سينس ذا وايندنج كونسيست اوف كوبر كوندكترز ات ايميديتلي بلو ذا بوث برايمري اند سكندري وول هاف وايندنج ريزيستنس. يقول هنا انا عندي شنو؟ بالملفات مالت الثانوي والابتدائي عندي شنو؟ موصلات نحاسيه. زين فحالا هذا شنو يعطيني بصوره مباشره؟ يعطيني بوث برايمري اند سكندري ويل هاف وايندنج ريزيستنس، راح يصير عندي مقاومه نحاسيه. وين؟ مقاومه كهربائيه مالت النحاس في الاسلاك الابتدائي والثانوي. برايمري ريزيستنس ار 1 سماها ار 1، سكندري ريزيستنس سماها ار 2، اكت ان سيريز ويل ريسبكت تو وايندنج الشامبيو. يقول هنا موجودة بشكل متوالي. راح أعطيكم توضيح أكثر من هذا لكل أنواع الخسارة اللي تحدث
المحول. وشلون يكون المحول الحقيقي؟ قلنا هذا هو المحول، هذا بي ملفات 2، هذا ملف ابتدائي، هذا ملف ثانوي. عندي اول خسائر داخل الايرون كور، شنو خسائر؟ اول شيء عندي الاي دي كارنت، تيارات دوامه، لان هذا حديد ومن بيكبر مغناطيس متغير، تولد بقوه تبع كهربائيه داخليه، تولد بتيارات جدا عاليه راح يسبب لي تلف المحولات. بنسوي احنا بشكل صفائح نسوي نخلي حراره معقوله او منطقيه. خسائر لان هاي خسائر قدره رايحه، يعني فلوس رايحه. زين. بعد شنو انت قلت تيارات دوامه؟ الهيستيري او الهيستيري يعني الهستره احنا نسميها. اللي هنا شنو الهستره؟ شلون نقول احنا؟ المغناطيسيه المتبقيه وين؟ كل ذهاب واياب بالفيض المغناطيسي راح يصير عندي شنو؟ مغناطيسيه متبقيه، هاي صارت ماخذينها من المرحله الاولى. بعد شنو عندي يصير؟ عندي هذا نحاس من الابتدائي الى مقاومه سميناها اروان، هذه مر بيها تيار البرايمري اي بي. زين؟ فتولد عندي حراره هي مربع تيار البرايمري في مقدار المقاومه اروان. بعد عندي ثانوي ايضا عندي مقاومه ار2، وعندي تيار سكندري اي سكندري اي2، ايضا مربع تيار سكندري في المقاومه السكندري يعطيني شنو قدره راح تشوف الحراره. بعد عندي فيض مغناطيسي متسرب سمي المحافه اكس1 وانا سميتها اكس2، هذا كلها خسائر رايح. زين؟ لذلك من اجل هنا خلي هاي فولتيت البرايمري في 1 اللي هي فولتيت السورس، وهنا فولتيت السكندري اللي هي في 2 على الاطراف مالت السكندري بين هذا الطرف وهذا الطرف. انا هذني كل ما اشوفهم هذني كلهم داخل المحوله ار1 ار2 اكس1 اكس2، خسائر الحديديه كلها داخل المحوله، انا ما اشوفها، انا اشوف اطراف البرايمري او في 1 اطراف المدخل واطراف المخرج مالت المحوله، هذا كلهم جو انا ما اشوفه. وعندي هنا الاي 1 وعندي هنا الاي 2. فمن اجل هنا اجل اي 1 ما البي 1 ما تساوي الاي 1 اللي هو موجود هنا. ليش؟ تيار ممانع على الزد سميتها زد 1 في الاي 1 او الاي برايمري راح يصير عندي هبوط جيد، فاذا البي 1 لا تساوي شنو؟ الاي 1. وكذلك الاي 2 لا تساوي البي 2، هاي اكبر، الاي 2 اكبر من البي 2. هاي قوة دافع كهربائي محتاجة أكبر من فولتية طرفية، ليش؟ لأن عندي تيار عند هبوط جيد على Z2. هنا بدأت شنو؟ بدأت الخسائر تبين. يعني الجهد اللي هي الطاقة مالت المحرك الأيمن للشحن الكهربائي اللي هنا ما وصل كامل هنا. هذا V1 أكبر من E1. الـ E1 طاقة توصل للـ E2 مباشرة، ما عندي مشكلة، ما عندي الخسائر شنو؟ الداخلية هنا. المهم شنو صار عندي؟ طلعت عندي الاي 2، الاي 2 ما توصل كلها من الاطراف مالت الفي 2، بس يروح بعدها وين؟ هبوط جيد وين؟ على الممانع الداخلي مال زد 2. هنا بدات تظهر عندي مشاكل. هذا هو الحقيقه، الحقيقه انه ظهرت مشاكل عندي ضياع بالطاقه، مو مثل مثالي ما عندي. ما عندي ضياع بالطاقه. فهذا الفرق بين الحقيقي والمثالي. زين؟ عندي ليكج رياكترز، عندي بعد شنو عندي؟ هاي تحكي عن الممانعة، ما يحكي عن الممانعة من اتجاه الاكس 1 والاكس 2، نقول بسبب هذا التسريب بالفيض المغناطيسي اللي ما راح وين بقلب الحديدي، يعني بالقصة عندي كم فيض صار هسه؟ اثنين، واحد المين فلكس او يوزف الفلكس اللي يمر من الابتدائي يروح للثانوي داخل قلب الحديدي، وصار عندي ليكج فلكس بالبرايمري وبالسكندري. زين؟ وهذا ايضا ضياع بالطاقة. زين. هسه نجي هنا احنا قلنا انه هنا بما انه البي 1 لا تساوي اي 1 والبي 2 لا تساوي اي 2، اقدر استخدم القوانين دي؟ اكيد ما اقدر استخدمها. انا قاعده مالتي اي 1 والاي 2 شو تساوي؟ سالب ان 1 في شنو؟ دي 5 على دي 2.
ويساوي سالب ان2 دي فاي على دي تي. هذا بعد لا يساوي في 2 ولا هذا يساوي في 1. اقدر استخدم القانون السابق مال اسم التحويل؟ ما اقدر استخدمه، صار عندنا مشكله. انا اسف كفولتيات داخليه اوكي اقدر احصل، اقدر اقول اي 1 اي 1 على اي 2 يساوي ان 1 على ان 2، لكنه لا يساوي بعد دي 1 على دي 2. زين هاي المشكله شلون؟ جاي نستخدمها عمليا. طبعا هاي عمليا يسقطون المعادله، رجعونها يقول لك هذا يساوي باهمال نسبه الخطا. لذلك عمليا احنا نستخدم محولات حقيقيه، لكن نستخدم هذه المعادله. ليش؟ عادة المصنع حاسب حساب هبوط الجيل، فش يسوي؟ يعدل بمن عدد الملفات، ما يخليها نفسها، يحط زياده مثلا. لسبيل يعني مثلا انا عندي محوله، هاي المحوله عمليا تدخل 220 مثلا تطلع 12 فولت. اوكي؟ 12 فولت. منتجي بدون حمل، بدون حمل الكامل مالتها من 320 ما تلقى 12، ممكن تلقى 13 ونص. حاسب حساب انه بالشهر راح يصير هبوط جهد، راح يروح على نصف فولت او الفولت الواحد. زين؟ كذلك محاولات كبار نشوفها مثلا 400 الى 220 تلقى مثلا تشيك 400 الى 230 او 225 تلقى زياده. حاسب حسابات هبوط الجهد الداخلي والضياع. لذلك عمليا جاي نستخدمها نفسها ما عندنا اي مشكله. بعد شنو من ضمن القوانين العمليه اللي جاي نستخدمها؟ القدره مالتي. القدره المحول يعطيك القدره الظاهريه مالته، مثلا قال لك مثلا 10 كيلو فولت امبير، يعني 1000 فولت امبير. اوكي هاي المحاولة، هاي مال ابتدائي مال ثانوي، وهي تحسبها بالانبوت تختلف عن الاوتبوت، عندي كفاءه عندي خسائر، يعني تي ماكس او دي اوت. مع ذلك يعتبرونها هاي نفسها هاي بدون خسائر يعتبرونها. في سبيل شنو يقول لك؟ المحاولات كفاءتها عاليه توصل 98% 95%، فاكو نوبات بالحسابات العمليه اكو مو بتقدر تتجاهلها. تقدر تتجاهلها. زين نرجع للامثله مالتنا. هسه انا بس اريد اثبت انه احنا رغم انه عندنا هبوط جهد داخلي، لكنه عمليا جاي نستخدم نفس المعادلات مال من؟ مالات الاديال ترانسفورمر، نفس المعادلات نستخدمها. نرجع للامثله مالتنا. هنشوف اول محوله اللي هو واحد يعني 1.4.2 اللي هو ستيب داون ترانسفورمر. وين ذا برايمري كويل هاز مور، هاي مور مكتومه ما شاء الله، تيرنز داون ذا سكندري كويل. يقول اذا بلف الابتدائي، بلف الابتدائي ايش فيه؟ يمتلك عدد لفات تيرنز ايش فيه؟ هاي تنس مالتي مور ذان اكبر من او اكثر من ذا سكندري كويل، يعني ملفات الابتدائي اكثر من ملفات الثانوي. ايش بيه؟ ذا فولتج ويل ستيب او ستيب داون، يعني الفولتيه شرح بيه راح تنخفض، يقصد فولتيه السكندري. يقول اذا عدد ملفات الابتدائي اكثر من عدد ملفات الثانوي الفولتيه راح يصير بيه ستيب داون راح تنخفض. ان ذا فلوينج اكزامبل يقول المثال الأدنى the primary coil has twice amount turns average as the secondary coils and the voltage is stepped down from 240 volt AC to element 120 volt AC. يقول في المثال هذا أدناه ايش بيه؟ عدد ملفات الابتدائي ضعف عدد ملفات السكندري. يعني اذا تجيها الان 1 البرايمري نمبر اوف برايمري تيرنز مش قد ان بي 1800 لف، بينما السكندري مال زين عدد لفاتها تيرنز مالتي 900. ان 1 سو 1800 لف، هاي تنزمة ان 2 تساوي 900
لذة. سواحة هاي تسميها. ايش راح يصير لما يكون الفولتية الداخلة للبرايمر ايش قد؟ 240 في 1 يساوي 240 فولت. اذا ايش قد الفي 2 راح تصير؟ هسه احنا نعتبرها مسألة. الفي 2 قلنا قانون مالتها هو الفي 1 في شنو؟ N2 على N1 وتساوي 240 240 في 900 على 1800 وتساوي 120 فولت. مثل ما تنصفت عدد اللفات تنصفت الجهد وياها. هنا بس كمثال حتى يقول لك شلون المحاولة تكون خافضة لما تكون عدد الملفات الابتدائية اللي هي terms of primary فيها more than أكبر من secondary terms عدد لفات السكندري. تعال خلينا نشوف المثال الثاني. عفوا احنا يمكن اخذنا مثال ثاني من البداية. هاي step down step up هذا رابع. هنا بالعكس عدد ملفات البرايمري ايش قد 900، عدد ملفات السكندري ايش قد 1800، معناته الفولتيه راح تضاعف لان 1800 على 900 2 2 في فولتيه البرايمري 120 راح تطلع ايش قد 240. بينما هنا التيار بالعكس احنا نسينا ناخذ التيار. التيار البرايمري ايش قد 10 امبير، السكندري ايش قد؟ بما ان هي رافعه ضعف فالتيار راح ينخفض شقد نص، تلقى التيار السكندري شقد 5 امبير هالشكل. قلنا V2 تساوي V1 في N1 عفوا N2 على N1 وتساوي 120 البرايمري شقد 1800 على 900 تطلع شقد 240 فولت. بينما التيار السكندري شو يساوي؟ هاي برايمري او هاي 1 كذا في شنو؟ ان 1 على ان 2 بالعكس وتساوي شقد 10 شقد 900 على 1800 تطلع 5 امبير. هنا شنو اثبتنا؟ انه اللي رافع للجهد حافظ من التيار. هناك مثال ثاني بالعكس. فهسه عرفنا انه اول شيء المحوله استخدام الغرض معدل بالنسبه لنا في شبكات نقل الطاقه الكهربائيه من مصادرها الى مكانات استخدامها. الغرض معدل هو استخدام قانون حفظ الطاقه في سبيل ارفع الجهد وافرض التيار حتى اقلل عفوا من خسائر نقل الطاقه بشكل تيار عالي اللي راح تروح بشكل حراره زين، وبالتالي يحتاج الى شنو؟ دوائر كهربائيه اكثر للنقل، يعني كابلوات اكثر، تاورات اكثر الى اخره. فهم اقلل الخسائر بشكل حراره وهم راح تقلل الخسائر اللي هي كوست الكلفه الماديه. زين، بعد كنا نتكون من تو كويز ملفات اثنين، واحد برايمري ثاني سكندري. هذين الملفات من اشتاق ملفوفه معزوله بماده الورنيش او اي ماده اخرى عازله حسب يعني درجه العزل او حسب الجهد المستخدم. ومعزوله ايضا من الايرون كورد والقلب الحديدي مالتي بسبيل انه لا تتلف ليس التماس بين الملفات وبين القلب الحديدي، وبالتالي تسبب مشكله تلف المحوله او صحه كهربائيه للناس العاملين وضياع الطاقه. بعد قلنا عندنا قلب الحديدي يكون بشكل شيتات تخلص من تيارات الدوام الايدي كرنت زين، وهي شيتات معزوله بعضها عن بعض، يعني شيتات حديد يعني حديد او ستيل بس شنو بشكل صباعي مو بشكل سوليد يعني كامل مو قالب. بعد شنو حكينا؟ قلنا قلب حديدي وفي نفس الوقت عوازل هذين الاجزاء الرئيسيه. بعدين عرفنا شنو الايديال ترانسفور المحول المثالي قلنا محول ما بيئه خسائر اللي هنا شنو؟ خساره الحراره بالاسلاك. بعد عندي تسريب الفيض المغناطيسي اللي يولد لي الاكس 1 والاكس 2. بعد الخسائر مال القلب الحديدي اللي بشكل هستر او بشكل شنو؟ ليدي كاري. ف
فلقينا قوانين ما استخدمناها اللي هو V1 على V2 تساوي E1 على E2 تساوي N1 على N2 وتساوي نسبة التحويل. واخذنا قانون حرارة الطاقة وعرفنا انه علاقة التيار تكون عكسيا، يعني V1 على V2 تساوي I2 على I1 وتساوي N1 على N2 وتساوي نسبة التحويل عكسية، يعني إذا رافع للتيار خافضة للجهد، إذا رافع للجهد خافضة للتيار، بالعكس بالعكس. زين حسب قانون حفظ الطاقة وعرفنا الكفاءة مالته 100% لأيديال ترانسفورمر، بينما بالحقيقة لا، عندي خسائر نحاسية، عندي خسائر ليكج، عندي خسائر مال ايون كور. زين والكفاءة مو 100%، أقل من 100%. زين وبعد قلنا نسبة التحويل ما راح تكون نفسها، مع ذلك احنا عمليا بنستخدمها نفسها باعتبار المصنع حاسب حساب الخسائر الداخلية والضياع الداخلي في سبيل شنو؟ نرجع لقوانين المحول المثالي. وعرفنا من خلال هذه الأمثلة الثانية، زين جربنا في هذه الأمثلة وطبقنا قوانين، شفنا انه المحول الرافع للجهد خافض التيار والمحول الرافع للتيار خافضة للجهد، وعرفنا شنو علاقة نسبة التحويل بعدد اللفات، انه بعدد اللفات اكثر يكون جهده اكثر بس التيار اقل. لذلك دائما نشوف ملفات الجهد العالي بمواصلاتها انعم، يعني الكروس سكشن مالته او المقطع مالته ضعيف او القطر مالته السلك قليل لانه تياره قليل، بينما ملفات الجهد الواطئ تياره عالي نشوف الكروس سكشن او السلك مالته يكون امتن لانه تياره اعلى. زين لذلك تكون انتهت محاضرتنا وان شاء الله تكون واضحه، واي اسئله بعد عندكم الجوجل كلاس تقدرون ترسلون اي معلومات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.